الكوره في اوروبا وخصوصا الميركاتو، لما يبقى الامر متعلق بمحمد صلاح لازم نعرف اخر التفاصيل والتطورات، خصوصا انه زي ما بيقول مثل عندنا مفيش دخان من غير نار. كلام كتير جدا وتقارير طلعت في واخبار طلعت في الصحف العالميه بتتكلم على توتر العلاقه ما بين ليفربول وما بين محمد صلاح، انباء عن اهتمام ريال مدريد، رغبه صلاح نفسها رايحه لفين، مين ممكن يكون بديل محتمل لمو صلاح في ليفربول، هل ممكن يكون موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن ولا يكون كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان. كل دي كلام او كل دي قصص وحكايات تتكلم عليها وسائل الصحف وسائل الاعلام والصحف العالميه. هنعرف اكتر من خلال الفيديو كونفرنس مع التونسي محمد امين كناني الصحفي بشبكه سكاي سبورتس العالميه. مساء الخير محمد واهلا بك معانا على شاشه الاهلي. مرحبا بك اخي احمد ومرحبا بكافه متابعي قناه الاهلي. اهلا بك. يعني في البدايه هبتدي مع نجمنا المصري، انا عايز اعرف الاول انت على المستوى الشخصي ايه اكتر الدوريات اللي بتكون حريص على متابعتها، ومين هو فريقك ونجمك المفضل؟ يعني انا متابع وفي نادي بايرن ميونخ بحكم اني مقيم في مدينه ميونخ واني منذ الصغر متابع وفي للبافاري، اضافه الى متابعتي للدوري الانجليزي بحكم انه شغلنا اليومي يعتبر الدوري الالماني والدوري الانجليزي وكاس رابطه الابطال الاوروبيه. عظيم. يمكن هيكون اما فيما يخص نجمي المفضل فيعتبر روبرت ليفاندوفسكي، افضل لاعب في العالم هو نجمي المفضل. نجم البايرن طبعا. طيب خليني ابتدي بالنجم المصري محمد صلاح الاول، واعرف منك اخر التطورات فيما يتعلق باستمراره مع ليفربول او انتقاله لاحد الانديه، وسمعنا في السياق ده عن اهتمام اكتر من نادي باستقدام محمد صلاح ليه، زي مثلا الاعلان عن رغبه ريال مدريد في التعاقد مع مو صلاح. ايه هي اخر التطورات واخر الاخبار بالنسبه لك؟ محمد صلاح كان ابدا في المده الاخيره وكان قال كم من مره انه غير راضي على الوضع الحالي اللي مر به في ليفربول. لكن هذا الكل لا علاقة له بشأن أو بآخر، حيث أبدت عديد الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد مع محمد صلاح. شخصيا أعتبره في السنة هذه شيء مستحيل، لأن محمد صلاح يربطه عقد بنادي ليفربول، وأجرة محمد صلاح والقيمة التسويقية لمحمد صلاح تعتبر أيضا قيمة تسويقية مرتفعة، ولا نادي حاليا قادر انه ينتدب محمد صلاح. على سبيل المثال في الصحافه كان قرينا في عديد الجرائد الاسبانيه انه نادي برشلونه يرغب في انتداب محمد صلاح، وهذا شيء يعتبر مستحيل نظرا للازمه الماليه الخانقه التي تمر بها جل الفرق الاوروبيه. القيمه التسويقيه لمحمد صلاح تتجاوز 100 مليون يورو، وسوق الانتدابات السنه هذه بحكم فيروس كورونا اختلفت عن السنوات الفارطه، حيث لم نشهد انتدابات في قيمة 80-90 مليون يورو، وانتداب محمد صلاح مكلف. لذلك أنا أعتبره من الصعب أنه فما فريق أوروبي قادر حاليا على انتداب محمد صلاح أو على انتداب أيضا كيليان مبابي، لأنه ريال مدريد في الفترة الأخيرة قرينا عديد التقارير تقول أنه ريال مدريد قريب من التعاقد مع كيليان مبابي أو عودة نيمار إلى برشلونة أو كذا وكذا، وهذه تعتبر اخبار يعني الجرائد تحاول في بعض الاحيان بيع بعض الاخبار وبعض الاوهام للجماهير الرياضيه. لكن ماديا يعني وواقعيا تعتبر هذه الاشياء مستحيله نوعا ما. بمناسبه كلامك عن كيليان امبابي، هو كان كمان في واحد من التقارير والاخبار اللي اتكلمت على انه امبابي هو البديل الاقرب لمحمد صلاح في ليفربول، وانه ليفربول مهتم بمبابي في حالة رحيل صلاح. ايه صحة هذه الاخبار، وفي من وجهة نظرك ايه ممكن يكون البديل، يعني او مين ممكن يكون بديل انسب في حالة رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟ اولا اخي العزيز، ليفربول غير مستعد في التفريط في احد نجومه، هذا شيء مؤكد، لانه حتى وان كانت العلاقة متوترة نوعا ما الا انه يورجن كلوب بفضل اسلوبه بفضل شخصيته قادر انه بالعاميه يعني يريض ويحسن الاجواء مع اللاعبين، وليفربول غير قادر وغير مستعد في بيع او التفويض في محمد صلاح او ساديو ماني اللي كان ايضا اسمه ارتبط بريال مدريد السنه الصيفيه الفارطه او فيرمينو. اضافه الى انه لاعبي ليفربول
أنا أقول دائما هناك مثال فيليبي كوتينيو خير مثال للاعب ليفربول، حيث كان نجم في فريق ليفربول ثم انتقل بمبلغ 140 مليون يورو إلى فريق برشلونة ليكون خيار ثاني في برشلونة، ثم تمت إعارته لبايرن ميونخ ثم العودة من الإعارة، وإلى الآن فيليبي كوتينيو لم يجد نفسه في ليفربول في في برشلونة. برشلونة عفوا في برشلونة عفوا. فاللاعب لاعب كما محمد صلاح لاعب ذكي ونجم، يعني النجم الأول لفريق ليفربول دعنا نقوله، ومحمد صلاح غير مستعد إنه يخوض تجربة جديدة، يمكن الشك يكون كبير في نجاحها، لأنه لما يغادر نحو برشلونة أو نحو ريال مدريد محمد صلاح لن يكون النجم الأول إلى جانب ميسي أو إلى جانب سيرجيو راموس أو النجوم الآخرين لنادي ريال مدريد. طيب بمناسبة كلامنا عن صلاح، وإن كنت الحقيقة كمان أفهم إنه لما بيبقى في نادي مهتم بالتمسك أو متمسك بلاعب، خصوصا لما يكون في قيمة وقدر لاعب زي محمد صلاح، تبقى التصريحات ماشية في الإطار ده. لكن بنسمع تصريحات طالعة من ليفربول إنه الأولوية ليست التجديد لمحمد صلاح، وأنت تعلم حتى من الناحية الاقتصادية إنه محمد صلاح يعتبر يعني صفقة كبيرة جدا لأي نادي في أوروبا، ومتوقع أنه حتى في حالة قرار ليفربول بيعه أنه يكون ليه مردود مادي كبير جدا على خزينة النادي. لكن أغلب التصريحات بتطلع أنه الأولوية هي التجديد لفيرجيل فان دايك، أو التجديد لساديو ماني، أو حتى التجديد لفينالدوم الهولندي لاعب خط الوسط في ليفربول. وده ممكن يكون في أوقات كتيرة جدا بالنسبة لجماهير الريدز يعني مش مفهوم أو مقبول. طبعا، لأن محمد صلاح يعتبر النجم الأول للفريق. محمد صلاح السنة الفارطة كان حاسم وكان واحد من النجوم اللي ساهموا أنه ليفربول يحقق بطولة أنجلترا، والسنة قبل الفارطة أنه يحقق كأس رابطة الأبطال الأوروبية، وهذا شيء غير مفهوم كيف أنه فريق ليفربول يحاول يجدد عقد ساديو ماني أو فان دايك أو فابينو، ومن جهة أخرى لا يحاول أن يجدد عقد النجم الأول للفريق محمد صلاح. هذا شيء مفهوم، والجماهير أبدت والجماهير ترغب ايضا انه محمد صلاح يتم تجديد عقده في اقرب فرصه، لانه الى حد هذه الساعه هو الهداف الاول للفريق وهو النجم الاول للفريق. صحيح، وحتى يمكن في اغلب الظن انه اذا قررت الاداره بيع محمد صلاح اعتقد انها تواجه بثوره وغضب عارم من جماهير الريدز، زي ما حصل كده بعد اعلان ميسي لنهايه مشواره مع البارسا. سريعا جدا وفي اجابات سريعه، هل يرحل ديفيد ألابا من بايرن ميونخ ليتجه الى ريال مدريد، أو ولا هذه الأخبار غير مؤكدة حتى اللحظة؟ ريال مدريد يعتبر لألابا خيار من جملة 5 أو 6 خيارات، لأن ريال مدريد إضافة إلى ليفربول، برشلونة، مانشستر سيتي، ويوفنتوس تورين، وتشيلسي أحد الخيارات وأحد الأندية التي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا. صحيفة ماركا الإسبانية كان كتبت الأسبوع الفارط أنه ألابا قريب من نادي ريال مدريد، الشيء الذي أعتبره صعب نوعا ما، لأنه لحد هذه الساعة الريال لم يتحدث مع البايرن ميونشن، إضافة إلى أن ريال مدريد يستعمل ألابا كبوكر من أجل الضغط على سيرجيو راموس من أجل تجديد عقده. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا زميل محمد أمين كناني الصحفي بسكاي سبورتس العالمية، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة.